من نجاح الإنسان في حياته الشخصية والاجتماعية التوازن بين الخلوة والمخالطة. الإنسان إما أن يكون بروحه أو يكون جالس مع الناس. كثير من الناس ما عنده توازن هذه السالفة، تجده يعني دائما مخالط 24 ساعة، يعني نقولها باللهجة العامية يقولون من القومة إلى النوم على طول، دوانية إلى دوانية، يجي بس على طول يجي البيت ينام. والبعض على النقيض، يعني غالبا يكون جالس بحاله وبروحه، ما عنده أحد، يعني يغلب على أكثر ساعات اليوم وهو جالس بروحه. من الصح الأول ولا الثاني؟ والله هذا خطأ وهذا خطأ، لا بد من التوازن. دائما التوازن، الإنسان اللي عنده توازن وعنده اعتدال يعني دائما يكون هو الناجح. وحقيقة التوازن ما تطلع أو ما تبدأ إلا من جهة الخلوة. الإنسان يجلس مع نفسه ويقعد يفكر بجدوله السنوي والشهري والأسبوعي واليومي، يرتب أفكاره، يعرف اللي له واللي عليه، حتى يكون يعني الساعات اللي قاعد يقضيها بالماضي ما يتحسف عليها. هذا هو الإنسان الناجح. بصراحة تكون يعني بداية النجاح من الخلوة أولا، ثم مخالطة، مخالطة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. تقول لي والله الناس المجلس وياهم يعني يحوشني منهم أذية، كلامهم أو أفعالهم أو إشارة العين والنبز والهمز واللمز، مهما يكون لا بد أن تكون يعني جلستك وياهم على توازن، على اعتدال. طبعا أقول أن الإنسان حر من الناس، عبد رب الناس، يعني ما حد يقيد أن يجلس من الساعة الفلانية الساعة الفلانية، بصمة أبدا، أنت حر بشخصك ويعني وتقعد بالمدة اللي تبيها، ولكن يكون توازن. حقيقة كل ما زادت المدة كل ما كثر اللغط وكثر ما يعني زاد الغلط وزاد يعني صار فيها شوي نوع من التساهل في الكلام. صراحة الخلوة لها ثمرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الخلوة، وأن الجهة الشرعية إن الإنسان في خلوة ويجلس مع نفسه حقيقة يعيد النظر بعلاقته مع الله عز وجل، يستطيع أن يكون في دعاء بينه وبين نفسه، حتى لو ما يسمع روحه وما يسمع نفسه يكون في يعني هذا من موقف إيجابي، وكذلك يكون بروحه يستطيع يعني يستفيد من الاستغفار حتى الله يعفو عنا عن الماضي، ويستغفر في التقصير الذي يعني قصر فيه والتعدي الذي تعدى من أخطاء ومن زلل، يستغفر الله عز وجل. هذه تحصل في الخلوة. وكذلك من الخلوة يعني التفكر بآلاء الله عز وجل وفضله وآياته الكونية وفضله وآياته الشرعية من فضله من القرآن والسنة، هذه كلها من تحصل بالخلوة والتفكر والنظر والتأمل، ثم يكون نتيجة ذلك الشكر لله رب العالمين. هذه كلها تحصل في الخلوة. وكذلك مما يحصل في الخلوة صفاء الذهن وترتيب الفكر، وكذلك التخطيط للمستقبل تكون هذه في الخلوة. الخلوة صراحة فيها سلمكم الله هدوء الذهن، وكذلك يعني تعديل المزاج، هذا كله يحصل في الخلوة. الخلوة ما فيها إزعاج، ما فيها أذية من الآخرين. الخلوة دقات قلبك حتى تكون في هدوء. الخلوة تريح صراحة لسانك من الكلام وإذنك من السماع. والله كثير من الناس يعني يجهل هذه الشغلة، قاعد أقولها اللي راحة اللسان وراحة الإذن. كثير من الناس يقول والله تعبنا بالديوانية كله معاند ومناطح، اللسان يتعب ولا يسمع لقدامي، وكذلك إذنك تسمع فلان واحد اثنين ثلاثة أربعة محكم، صار صراحة يعني إزعاج وغير ناجح. لذلك الخلوة لها مواقف إيجابية على دينك، ولها مواقف إيجابية كذلك على دنياك،
وهذه الإنسان لا بد أن يعيد النظر فيها حتى يكون في نجاح لدينه ودنياه بأمر الله عز وجل. وهم من الخلوة فيها مواقف سلبية، يعني البعد عن الناس، هذا حقيقة يعني الناس، الإنسان يبي الناس، لازم مخالطة لابد منها. لما تحكر نفسك يصير عندك انطواء، يصير عندك شيء من أنك تكش من الناس، يصير عندك يعني تستوحش الناس، فبناء على ذلك ينتج على ذلك شوي يحوشك نوع من يعني الارتياح، جلوسك لوحدك، فينتج على ذلك انك ما يعني خلاص ما يعني ما توالي الناس وتبتعد عن الناس وتحاول انك تكون، فانت هني تكون صراحه يعني نموذج غير الناس، وهذه مراحل خطر على الانسان. ينبغي على الانسان ان يتنبه لنفسه ويشوف نفسه اليوم لما قاعد الصباح الى العصر الى المغرب الى بعد العشاء الى جاء وقت النوم، ما راح الديوانيه ولا راح اخوانه ولا راح زملائه ولا خالط ولا شيء، هذا صراحه يعيد النظر في نفسه، لا بد انه يجسر. والله اني حقيقه يعني تواصلوا معي بعض الناس من هذا النموذج وقلت لهم افعل، قال والله ما ادري، يقول اذا قعدنا مع الناس بالديوانيه انا احس ان الناس كلهم قاعدين بس عيونهم علينا واحس ان يدورون من الزلل. قلت لا ما عليك، هذا من الشيطان، هذا كله من الشيطان والوسواس واوهام يعني اشياء واهيه. والله اخذت بيدي وديته الديوانيه، هذا قعدت معه ساعه ساعتين، والله حتى رحت حق ديوانيه كبار السن، كبار السن دائما عندهم يعني جلسه لطيفه وفيها نوع من المزحه، وسانس والله. قلت باكر الموعد، قال عند ربع، قلت ناس ثانيين والحمد لله. يقول لي والله يا ابو سعد جزاك الله خير، الحين كسرت الحاجز وقعدت تخطط مع الناس، شفت. قلت ترى انت عندك زين وشين، ترى كذاك الناس عندهم زين وشين، فحاول انك تحرص على انك تكون عندك توازن، تجلس مع نفسك لاعاده النظر، علاقتك مع الله عز وجل، صفاء الذهن، ترتيب وتخطيط حق امورك الدنيويه، امورك الوظيفيه، التجاريه، الرياضيه، اي شيء، امورك الخاصه. ما تصلح هذه اللي تكون في خلوه، تقعد تفكر عندي والله كذا كذا، حتى ترتيب الاولويات يعني تكون. المخالطه مع الناس، تشاركهم بالافراح والاتراح وكذلك، تخالطهم بالاحزان، وهم بعد تبادل وياهم الزياره، مو لازم تكون زياره رسميه، عادي يعني احنا خاصه بالمجتمع الكويتي عندنا ديوانيه ما يحتاج استئذان، الديوانيه بطل على طول فضل الله عز وجل، يعني الاوقات يعني الاوقات العامه يعني قصدي. فتروح الديوانيه وتجلس معاهم، زيارتك للديوانيه او زيارتك لصديقك او جارك او اللي معرفتك يكون فيها تنفيس للنفس، الانسان يكون فيه تنفيس لك وللشخص اللي زاير. يعني والله هذه حقيقه كثير من الناس يجهلها، وكذلك تؤدي حقوق الناس، ترى الناس لها حقوق انك تؤديها، انك تزورهم، وخاصة يعني أولى الناس بالزيارة والتواصل معهم حقيقة اللي هم ذوي القربة، اللي هم يعني بعد الوالدين، طبعا الوالدين ما في روح تعال، الوالدين كنت وياهم ببيتهم هذا لازم انك تصبح وتمسي عليهم. اما اذا كنت خارج البيت يعني ما يمر عليك، بعض الناس يمر عليه يوم ويومين ما يمر على الوالد والوالدة، صراحة هذا والله يعني التقصير. يقول والله انا بصراحة عندي اشغال، الاشغال ما تخلص، والله كثير من الناس اخواننا يعني يعني هيئة التدريس والمختصين يقول أنا عندي ملفات وعندك ما تخلص، يعني يأتي الموت والإنسان ما خلص أشغاله. ولكن عليك بالتوازن بين الخلوة الناجحة بين الاختلاط المثمر للخير. الله يجعلني وإياكم من الذين يعيشون في حياة شخصية واجتماعية ناجحة بعون الله عز وجل.